طلبة تفاعلوا معنا اليوم. عبد السلام شقير لتوضيح مسألة الدواء اللي تاخذ فيه عبير موسي. سي عبد السلام تحياتي، مرحبا، مرحبا بك كإعلامي وكسمباتيزون ومقرب للدستور الحر، تحياتي. مرحبا أختي دينا، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي شمس فام، ومرحبا بالصديق والأخ الأستاذ كريم كريفة. حبيت فقط نتفاعل معكم، حبيت نتفاعل معكم فيما يتعلق بالدواء. نعم، بالنسبه للدواء اللي تعاطى فيه الاستاذ، تاخذ فيه الاستاذ عبير موسي داخل السجن، هو ما يسمى باللونتاجيك بالي دو، معناها هذوما وقت المسكنات العاديه هذيك، ما نحبش نسمي باش ما توليش ببليسيتي، المسكنات العاديه كيما البانادول العادي وكيما الدوليبران العادي هذيك، هاني سميت في الاخر معناها دونك كيف هذيك ما تعطيش مفعوله، نتعداو البالي اخر، البالي الثاني ماهوش مورفين، مي فيه ترامال وفيه دي سوبستانس اخرين الا هما من الاثار الجانبيه نتاعهم، خاصه كيف تقعد تستهلكهم الاكثر من البيريود ثيرابوتيك اللي هي فتره العلاج اللي يعطيها لك الطبيب، تولي فما اون سوغ دو ديبوندونس، يولي البدن يحتاجهم ما غير ما معناتها بالسيف من عليك باش تطلب منهم، كاينهم معناتها سيكون يلاهوين بحكم التعود يولي ادمان بين قوسين. بالضبط بالضبط، احنا اصلا معناها الاطباء كيف يعطيوهم اي ما نعطيهمش اكثر من 5 ايام، معناها هذوك حتى كيف نعطيهم ما نعطيهمش اكثر من 5 ايام. معناها فكره عبير موسي قديش عطاو لها منهار وهي رافضه؟ هذو يجاوبوك، يجاوبوك الساده المحامين اللي نعرفوا كونه عندها بيريود تاخذ فيهم الادويه هذه، وتاكدوا كلامي الساده المحامين، لكن الادويه هذه راهم يقولوا مجرد مسكنات. صحيح كيف تسمع مجرد مسكنات، هي ساعه ما تتعطى كان سوزر دونون، كان جات مجرد مسكنات البالي دو، راهو اي مواطن يمشي للفارماسي يطلب ياخذ، هذه ما تتعطاش، ما عادش فيها قانون، طلع ما عادش يتعطى، والفاميلي هذه ما عادش تتعطى من غير اوردونونس، يعني من غير وحده نتاع طبيب، دونك هذه دو ان، ودو دو حتى كي تقرا عن النوتيس نتاعهم هذوما اللي فيهم الترامال ولا فيهم الكودين وكل، تلقى معناها حتى في وسط البيريود ثيرابوتيك، معناها عندهم ينجموا يعملوا التاثير نتاع الفيرتيج هذيك، الاحساس بالارهاق اليومي، فيهم تاثير نتاع السومنولونس نتاع النوزي، معناها باش يردوا كل شيء. دونك هذوما بربي نقطة قبل ما تغادرنا، سي كريفة كيف تقابلها الكلام اللي يقول فيه توا سي عبد السلام؟ موجود صارت لها الفيرتيج سي فغي، هي امتنعت من اخذ باعتبار انه تم تحذيرها، معناتها فما شكون معاه في البيت قال لها يا مدام راهو كان احنا خذيناه ما كثر الحاله نتاعنا كيفنا ولينا. واضح سي عبد السلام، هذا هو، ويعطيك صحة على التوضيح، شكرا ليك على التفاعل.